إذا خبرني كيف علاقتك مع أسرتك وعائلتك؟ يعني الحمد لله إحنا عائلة مترابطة وقريبين من بعضنا. يعني أكيد الممثل يمثل أي شيء، لكن أنت كوسام وين المسار اللي تبي تروح فيه بالتمثيل؟ هلأ شوف، أنا بحس إنه في شغلة أنا كفكرة مقتنع فيها، إنه بالتأكيد ممكن يجيك أعمال كوميدية وبالتأكيد ممكن يجيك أعمال تراجيدية، بس اللي عم حاول أني أعمله أنا إنه يعني عدم فصل الكوميديا عن التراجيديا بالمطلق، لأنه بالحياة هي بتشوفها أنت بالحياة الواقعية. ممكن تجتمع مع شخص هو مهضوم كتير، بس هو يكون مثلا بلحظة ما يحزنك بحزن كبير كتير، يعني يرمي لك وحدة مثلا، مثل بالدور السيكي اللي عملناه بولاد بديعة، هو كانت الناس عم تشوفه مهضوم ولطيف وكذا، بلحظة اكتشفوا انه قصته يعني هي محزنة جدا. ويعني بحس انه هن مرتبطين ارتباط وثيق، ما في انه حدا بالحياة كوميدي بالمطلق او تراجيدي بالمطلق، فبحاول انه اعكس هذا الشيء بالشخص شغلي يعني بالشخصيات اللي بعملها انا. كم عدد الاعمال اللي سويتها وشو هي؟ هلا اشتغلت انا اول ما تخرجت الزند مع الاستاذ سامر برقاوي، بعدين اشتغلت خريف عمر مع الاستاذ مسنى صبح، مال الابان مع الاستاذ سيف سبيعي، واولاد بديعه مع المدام رشا شربتجي، وفي شيء اشتغلته عقد الحاق مع ورد حيدر كمان المخرج، بوجه له تحيه. لسه ما انعرض هو يعني هذا كامينج سون ان شاء الله. ايه زين، هذا سؤال احنا سمعناه من العصافير ومن ربعك بالتحديد، يسمونك الختيار، ليش يا اخوي؟ ليش مسمينك الشيبه؟ يعني هي اجت من لعبه، يعني هو مال مو انه بمعنى الختيار، اجت من لعبه لانه خلقي طويل مثلا، عرفت شو قصدي؟ صراحه ايوه نفسه طويل، انا اكون صريح معاكم يا اخوان، مماطل يعني باللعبه انا بماطل. يعني اللي افهمه انك انت انسان تكتيكي في الحياه. يعني لا، على فطرتي. الله حيو. يا سلام، طول طول عمرك. اوه يا سلام، هذا اللحم هذا الزين كله قلط. قرب قرب، عذبت حالك، عذبت حالك. اول عمرك الحين لازم تتربع تربيعتنا. اي بس عمي. يتفضل العم، ابدا الله يخلي لي اياك. صراحه مشكور عمي على الضيافه وعلى اللعبه وعلى المعلومات الغنيه والقيمه اللي اعطيتها لوسام. اي والله مشكور عزيز وغالي، هذا اقل من واجبك عليك. خلي لي اياك يا عم. واكيد نحن نشكر ضيفنا المبدع المميز المتالق بهذه الرحله الاستثنائيه اللي خضناها معاك اليوم في برنامج عيش الفجيرة في موسمه الثاني. يا وسام لك دخيل قلبك، والله أنا اللي بدي أتشكرك، يعني شكر كبير لأنك عرفتني على إمارة الفجيرة هيك بشكل مقرب وخاص، يعني ما بتخيل قديش تشرفت فيك وقديش انبسطت. يعني بدي أتشكر صراحة، بدي أوجه رسالة الجمهور للناس. لازم شو تقول له؟ بدي أوجه رسالة للناس أجمعين، إنه ما بيعرف الفجيرة بيجهلها حقيقة، فأنا بحس إنه لازم الناس تجي تستكشف هذا المكان الجميل جدا يعني بكل أصنافه، ولازم هنن يتعمقوا بهذا المكان ويجوا يشوفوا تفاصيله، لأنه هو مكان استثنائي على جميع الأصعدة وجميل جدا وخاص ومتطور. وأنا برأيي يعني هيك بالسنوات القادمة الفجيرة رح تروح لمكان جميل جدا جدا جدا، فلازم الناس كلها تزور الفجيرة حقيقة يعني.